تكلم اخوي عندك عبر شعوره شهيد شهيد عند الله هذه ما هي الا دكه نحتسبك عند الله وسوف اقتص منهم لك لن اسكت عنهم دامك لم يروح هدرا انت رحت واخوك روحوا انا اروح اولهم احمد ما رحت محل رحت عند رب الكريم لبيك يا شهيد 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 الحمد لله لبيك يا شهيد خليك